سمعت اللي باش يعمل مجلس تأسيسي قعدت نستنى في حاجة أخرى، يا هل ترى باش الترشحات باش تكون على رؤوس الأفراد، واحد اسمه يوسف صديق ولا علي بن صالح ولا ليلى بنت عثمان، تترشح للمدنيني للجابسي للتونسي للبنزرتي للمرساوي، على رؤوس الأفراد كل واحد ترشح وطني، وإلا كما توا بالقائمات. كنت أتمنى أنا على رؤوس الأفراد حقيقة عن تعبيرها أكثر، لكن كي قرروا بالقوائم 12 مارس تقريبا انشرت في الصباح اللي أنا أول واحد مترشح، أول واحد أعلن على ترشحه بتصويته في جريدة الصباح في بداية شهر مارس. سؤال ياسر مهم وخليني نتحمس للجواب. أنا عمري 18 سنة، توا 50 سنة، عمري 68، كنت نحن من تونس، قراوني عباد في صدقية ياسر خارق العادة، زرعوا وطن في كل تلميذ، وكلهم باهين توا اللي يقراوا معايا كلهم يقدوا أولادهم كأنهم أولاد باش يعملوا لهم يعملوا جيش سلمي باش يبني تونس، كل أولاد أصحابي الكل. كل وقت هذاك كنت نحن من تونس باش نخدموها بكدي بكدي. فشلنا حتى نهار ما تمتعت بديمقراطية، ما تمتعت باقتراع، ما تمتعت بفوت صادق تحفون من وقت بورقيبة وقت بن علي. كي جات الثورة حبيت اللي مازال عامين في حياتي وثلاثة من حياتي السياسية معناها حبيت نرتاح، عمري 70 عمري 70 ما عادش حاب نعمل حتى شيء، حبيت نعمل حاجة برك أني نمشي ينتخبوني بصدق وننتخب الناس بصدق. يا خويا معناها بالنسبة لي هذا السبب الوحيد أني ماشي نعمل 100 متر ولا 200 متر من مكتب الاقتراع باش نحط بيلتان دو فوت على 11 مليون عنده فاعلية وبه وباش يعمل حاجة. هذا هو السبب الوحيد. سينو أنا راضي، عندي كاتب كبير ومعروف ويقرأوه الناس وكل، ما عندي حتى شيء يخليني نطلب حاجة أخرى من هالبلد الموتى. شنو القيم اللي نحب ندافع عليهم ونحب على خاطرهم أنا مترشح؟ القيمة الأولى هي أن الناس الكل يكون عندهم نفس الحرية، مهما كان مواطن متساوي مع أي مواطن، سواء في رغبته تحقيق الرغبة، سواء في كي يظلموه يلقى حقه، وأنه كيف يحب يعمل مشروع سواء يربي ولده ولا يبني مؤسسة ولا يكتب كتاب ولا يعبر على فيلم ولا حاجة، يكون متساوي مع الناس كل في أعز شيء عند الناس هو الحرية، أعز شيء عند الناس. والحقيقة كان تكمل نجاوب راه باش نقوم نبكي. دعونا نعشق وطن العين. خليني نعتبر كلمة الصديق كلمة عامة بالفرنساوي كان ترجموها فيريديك، قائمة لو سيتويان فيريديك، لا ليست سيتويان فيريديك، هكا معناها ترجمت الصديق اللي هي عطات كلمة زديك لو رومان دو فولتير. سي لو ميم مو زديك اي صديق، سي لو ميم مو سي لو فيريديك. فولتير يقول زديك راه جاي من العربي معناها الصديق اكسترا. بالنسبه لي انا تقول حاجتي انه ما يلزموش المواطن اللي باش ينتخبوه يكون برك صادق. صادق معناها مثلا بينك بين روحك، اما الصديق هو ذاك اللي صدقوه الناس. والمواطن يلزم يكون حاجتين بالاخص المسؤول، يكون صادق مع نفسه ومستعد وقابل ومجتهد ان يصدقوه الناس. مش كل واحد صادق يصدقوه الناس، هذا يعني لقيتك تسمية به الحقيقة إذا كانت نحيو الكوتي نون بروبر اسم علم ماهوش اسم علم. أولا ما ثم حتى عندهم ماضي مشكوك فيه وإلا يربك أنه شاركوا في حاجة ولا عملوا حتى شيء، أنه ناس إما علماء ولا خدام ولا شباب يبني في مؤسسات وإلا موظفات ولا موظفين عاديين لكن ما شاركوا في حتى شيء. مثلا نعطيكم مثال، اني واحد خذيته على خاطر حاجه ياسر رميه، شادي اللومي، ناخذ المثال هذا برك، شادي اللومي جراح دكتور في طب الاسنان، كان هو جراح بتاع حبيب بورقيبه، هذا ازيح من عمله 7 نوفمبر 87 نهارتها، كانه بن علي ما عنده ما يعمل الا انه يزيح طبيب، لكن ثم سبب
بسبب انه ما يصلحلوش. الاخرين صلحوا له باش عملوا كالميديكال على بورقيبه اللي سمحت من الانقلاب الدستوري، هو ما يصلحلوش حتى شيء، نحاه وقاعد من 23 سنه يفركس على ياخذ حقه في التقاعد. دار الادارات الكل شاف وعرف المشاكل وعرف الكولورات نتاع الاداره وما صور حتى شيء. انتو ما حلش مشاكل، خديته باش يحكي للناس شنو هي مصائب الاداره في تونس ومشاكل الاداره، لعله القانون اللي باش نعملوه او القوانين اللي باش نعملوها تسمح لنا بالحل. هذا مثلا معيار من المعايير، الاخرين الكل تقريبا كيف كيف وكل نعرفهم مليح. اش باش يكون في الدستور بالنسبه لي انا؟ هذا سؤال مهم ايضا، خاطر ينقسم لجوج حاجات. رغبتي انا كشخص من جمله ال 217 اللي باش ينتخبوهم كان ينتخبوني. رغبتي انا الحقيقه نحبوا صلب وثابت وما يتغيرش، كيما الحلم الوحيد اللي عندي في الكره الارضيه هو الدستور الامريكي في 7 فصول. والباقي أماندمون، والباقي تنقيح، تنقيح اللي هي عندها قيمة القانون الأساسي. معناها الأماندمون الدوزيام والسانكيام والكاتريام والرابع والخامس وكل كيفهم كيف الفصول، أما 7 وحدين ثابتين. بالطبيعة في مجتمعاتنا احنا باش يكونوا أكثر، لأنه عندنا مشاكل أكثر، عندنا بديهيات ديزيفيدونس مازلنا ما نعرفهمش. البديهيات الأمريكانية كانوا في وقت لافايات ووقت جيفرسون ووقت واشنطن كانوا واضحين، لأنه القرن 18 وليليومير عصر التنوير كان أعطى وضوح للرؤية وحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان، أعطى وضوح أنه سمحت بهالدستور العظيم تاع امريكا. ما حد شيء عظيم عندي في امريكا، ناخذ كله سياسه وتكتيك الا دستورها اللي قاعد 250 سنه واكثر من 250 سنه وهو ياسس في دوله وكشبل. انا ذاك حلمي، لكن بين حلمي وبين ايش باش يصير مع 216 اخرين كانوا ينتخبوني ثم بول شاسع. نحب اقل شيء ممكن من الفصول، اقل شيء ممكن واركز شيء ممكن، لكن كله تعمل القوانين الفرعيه، كود نتاع البحار، كود ستاتيو بيرسونيل، هذوكم يتحوروا ويتطوروا ويتاقلموا مع تطور المجتمع ومع تقادم الزمن الى اخره. اما الثبات ما يلزمش يمسوا حتى حد. المستوى الجمهوري برلماني مزدوج، والازدواج نتاعو عضوي اورجانيك مش شكلي. أنا مقترح توطئة بريومبول لا تمس لا باستفتاء ولا غير استفتاء، لأنه فيها بديهيات. من هالبديهيات هذه ما هي هويته؟ شنو الهوية؟ الهوية هي صورة الشعب كما الفوتوماتون نتاع الكارت دونتي، كما التصويرة نتاع الكارت دونتي. نجي نلقى أن الهوية لازم تكون داتي. ونعطي المثل نتاع فرنسا، فرنسا عملت هويتها بقبيله او منطقه او شعب معين اسمه لي فران. بينما ثم شعوب اخرى، ثم لي بريتون، ثم لي زوكسيتون، ثم لي كورس، ثم لي باسك وكل، لكن توا تسمى فرنسا تسميه لي فران. علاه؟ على خاطر كلوفيس في القرن السادس خذا امراه مسيحيه كلوتيلد وولدت فرنسا دوله من ناسيون بفضل حكم الملك هذا اللي اسمه كلوفيس. من وقت هذه الساعه اسمها فرنسا. اذا اختاروا لا دورابيليتي، قداش دامت هالمسألة هذه اللي الناس كل متوافقين فيها. احنا بدينا من وقت الاسلام استتب، والعروبه بين ضفرين كثقافه مش كجنس مش كعرق، كثقافه استتبت في الوقت ذاك من القرن السابع الثامن اخر القرن السابع بدات، من وقت ابراهيم الاغلب يقول لون 800 وقت شارلماني في اوروبا، لكن الوقت هذاك حتى التو 14 قرن ولا 13 قرن. هذايا يخلينا نقولوا هويتنا عربيه اسلاميه، نعرف اللي ثم جاليه يهوديه تونسيه ابارونتيير، جاليه نيغرو افريكان اللي كانت العبيد الاخرين اللي هي تونسيه
100% جاليه برمليه كبيره عندنا احنا، وعندها ثقافه وعندها اعتزاز بوجودها وعندها اعتزاز بامازيغيتها ثقافه، لكن هذا ما يمنعش ان تونس متجانسه كيف نقولوا تونس عربيه اسلاميه هويتها، هذا في البريومبول مش في الفصول، كي نقولوا هكاك حبر ما نقولوها يوقع نفيها. الفو لا ني دي كلا بوزي باش ني باركوا اون لا ني اون لا ني بار الجنسيه. نقول في البريومبول نقول المعتقد الاسلام يعني مهما كان مهيمنا، واللغه مهما كانت غالبه العربيه لا تكون المواطنه، المواطنه تكونها الجنسيه فقط. امراه المانيه عينها زرق شعرها اصفر جات هنا ولدت تونسيه عينها الجنسيه بمفعول الزواج ولا الاقامه اللي تحب انت تولي تونسيه ابارونتيير. ننساو العربيه الاسلاميه في خاطرها ولا هي بروتستانتيه ولا هي عينها خضر، تونسيه وبس، ما عادش نتكلموا عن الهويه بالكل. اذا كان نعملوا هذايا تولي نخرجوا الفصل الاول من منطق الفصول، لانه منطق الفصل هو انك اذا كان خالفته برشا وفددته برشا يربطوك بالحبيب.